لن تنتهي داعش، لن تنتهي القاعدة، لن ينتهي الإرهاب، لن ينتهي التطرف إلا عندما نتخلص من هذا المثلث الأسود. إيه المثلث الأسود؟ هو هذا الاعتقاد الراسخ لدى عامة المسلمين من أن الماضي كان حلماً وكان ماضياً ذهبياً وكان ماضياً ملائكياً وكان ماضياً عظيماً. الضلع الثاني للمثلث أن عامة المسلمين يتحول إلى معظم المسلمين يتصورون أنه لابد من عودة هذا الماضي، أن يعود هذا الماضي العظيم الذهبي الملائكي الذي يمضي فيه الناس ويمشون كأنهم ملائكة بجناحين أو بأجنحة. الضلع الثالث في هذا المثلث الأسود أن بعض معظم هؤلاء المسلمين يتصورون أنه لابد من عودة هذا الماضي وإعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر ولو بالقسوة ولو بالتوحش ولو بالسيف ولو بالتفخيخ وبالنسف. عندما ننتهي من هذا المثلث، حين نعتقد أن الماضي كان ماضيا بحلوه بعظمته وبمره وبسوءه، وأن هذا الماضي لا يجب أن يعود لأنه ماضي، ويجب أن نعيش حياتنا وعصرنا وعالمنا بمفهومنا المتجدد المجتهد عن الدين.